طريقتها ترى جدا بسيطة، وحتى المكونات أنا جهزتها عندي. ويلا خلينا نبدأ. المكونات اللي نحتاجها للبيستري كريم: حليب، سكر، دقيق، صفار بيض، وفانيلا. طيب في البداية هأضيف صفار البيض في وعاء، وحضيف عليه السكر، هخلطهم كويس مع بعض إلين يصير لون صفار البيض باهت. بعد كده هأضيف الدقيق، ونخلط كل شيء مع بعض. حيتكون عندنا حاجة كده زي المعجون، يعني قوامه تقيل. طبعا لو أضفتوا من البداية السكر والدقيق مع صفار البيض حيكتل معاكم، فعشان كده في البداية نضيف السكر وصفار البيض ونخلط، وبعدين نضيف الدقيق. خلاص هذا هخليه على جنب، وحنسخن الحليب على النار. طيب على النار هأسخن الحليب، هضيف عليه فانيلا تقريبا ملعقة صغيرة، أو ممكن عود فانيلا لو عندكم، وحخليه يسخن إلين يبدأ الحليب يطلع بخار. خلاص بعد ما يسخن الحليب ويبدأ يطلع بخار، هأضيف جزء من الحليب على صفار البيض. ونقلب إلين يتجانسوا. وبعد كده حنرجع الخليط هذا في القدر، ونرجع نشغل النار عليه، وباستخدام السباتشلا حنستمر في التحريك إلين يتقل قوام كريمة الحلويات. طبعا يفضل تستخدموا هذه السباتشلا السيليكون لتتحمل حرارة. نستمر في التحريك، حوريكم القوام اللي نبغى نوصل له. شايفين كيف مرة تقل؟ حرفعها من على النار وأنقلها لصحن. طيب هذه كريمة الحلويات، بعد ما خلاص تشيلوها من على النار تحطوها أو تنقلوها في صحن وتغطوها بنايلون بهذه الطريقة، بحيث أنه النايلون يكون ملامس للكريمة عشان ما تتكون عليها طبقة، هذه اللي تتكون على الحليب لما يبرد. ولو حسيتوا أنه كريمة الحلويات فيها كتل تقدروا تصفوها قبل ما تنقلوها للصحن، تحطوها في مصفى وبالملعقة تضغطوا لأنه قوامها تقيل إلين تصير أو يصير قوامها ناعم، وخلاص حتركها إلين تبرد وتكون جاهزة للاستخدام. وبكده كريمة الحلويات صارت جاهزة. بتقدروا طبعا أنتوا تتحكموا في القوام، عشان الوصفة الجاية اللي حصورها معاكم أحتاج أنه القوام يكون تقيل، فتقدروا تخلوها يعني وقت أقل على النار، أول ما تبدأ تتماسك أو يتقل القوام ترفعوها من على النار. وكمان تقدروا تسووها من قبل بوقت وتحفظوها لمدة 3 أيام في الثلاجة.